شعت شموس الهدي بالكلمات، فأنارت الأفهام بالآيات. أسرج بنور العلم عقلا نيرا، وافتح من الألباب كل جهات. فالكنز علمك حين تنفقه زكاة، والمال لا يزكو بلا نفقات. بين الظلام وبين نور مشرق هدي ينير الدرب بالومضات. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على محمد وآله الطيبين الطاهرين. ولعنة الله على أعدائهم أجمعين إلى يوم الدين. قال الله تعالى في كتابه الحكيم: يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. صدق الله العلي العظيم. حديثنا في هذا اليوم يدور بإذن الله تعالى حول العلاقة بين الصيام وبين التقوى. ونتحدث في هذا الموضوع ضمن مقامين: المقام الأول في أصل هذه العلاقة، والمقام الثاني في نحو هذه العلاقة. أما البحث في المقام الأول وهو أصل ثبوت العلاقة بين الصيام وبين وجود حالة التقوى في نفس الإنسان، هذه العلاقة نلاحظها بوضوح في هذه الآية المباركة. الله تعالى يقول: يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم. ما هي الغاية من هذه الفريضة؟
لماذا يجب أن نمتنع عن الطعام وعن الشراب وعن سائر المفطرات؟ ما هو الهدف من هذه العبادة؟ الله تعالى يقول: الهدف لعلكم تتقون. الغاية من هذا الامتناع، الغاية من هذه العبادة، أن توجد ملكة التقوى في نفس الإنسان. يمكن أن نستظهر من بعض الآيات الأخرى أن جميع العبادات، العبادة لها عرض عريض. الصلاة عبادة، الصيام عبادة، الاعتكاف عبادة، الحج عبادة، العمرة عبادة، ذكر الله تعالى عباد. الهدف من جميع هذه العبادات، الله تعالى شرع جميع هذه العبادات حتى توجد هذه الملكة في نفوسنا، حتى الإنسان يكون مسيطر على قواه، القوة الغضبية، القوة الشهوية. الدليل على ذلك قوله تعالى: يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم. لماذا؟ لماذا العبادة؟ الله تعالى يقول: لعلكم تتقون. يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون. بناء على هذا، الهدف من جميع العبادات، الهدف من الصلاة ومن الصيام ومن الحج ومن الذكر، أن يكون الإنسان متقيا، أن يكون الإنسان هو الحاكم حكومة إلهية على قوته الغضبية. مو القوة الغضبية تكون هي الحاكمة عليه. أحيانا واحد يدخل إلى البيت ويشاهد منظر يستفز أعصابه. إذا الإنسان مو متقي، إذا الإنسان تقواه ضعيفة، هذه القوة الغضبية تسيره، يقول بلا حساب، يضرب بلا حساب، يقوم بأعمال خارج إطار التقوى. ولكن إذا الإنسان متقي، أوجدت العبادة هذه الملكة في قلبه،
عينه، لسانه، يده، رجله، كلها تكون محكومة بتقواه. التقوى تكون هي الحاكم. الشيخ مرتضى الحائري رحمة الله عليه، وهو واحد من كبار العلماء العاملين في حوزة قم، توفي قبل حوالي 12 عام تقريبا، وأنا رأيته من قريب، كان مثال العالم العامل. هذا كان يقول: أنا وصلت إلى درجة أتمكن أن أتحكم فيها في غضبي، عندما أغضب غضبي لا يخرجني عن الحق، غضبي لا يجعلني أقول الباطل، وهذا مقام عالي. ولكن السيد الخنساري رحمة الله عليه، وكان من كبار مراجع التقليد، وصل إلى درجة، هاي درجة جدا عالية جدا رفيعة، كان يستطيع فيها ألا يغضب. الانفعال الباطني، شلون واحد يتحكم فيه؟ يمكن واحد يتحكم في لسانه فلا يتكلم، يمكن أن يتحكم في يده فلا يبطش، ولكن هذه التقوى وصلت إلى درجة يتمكن أن يتحكم في انفعالاته الباطنية. هذه درجة رفيعة من التقوى. العبادة، الصيام، الهدف منها، يعني إحنا الشيء الذي يجب أن نخرج به من هذا الشهر المبارك إن شاء الله، أن نحاول أن نوجد هذه الملكة. واحد يخرج من هذا الشهر وقد أصبح في عداد المتقين، هذه هي الغاية، لعلكم تتقون. إحنا في يوم من الأيام في غير شهر رمضان، هذا التوجه توجه صعب، لأنه النفس موجودة، الشياطين موجودة، الشيطان يجري منا مجرى الدم في عروقنا. لكن الآن شهر رمضان من نعم الله سبحانه وتعالى الكبير علينا، الشياطين مغلولة، الله تعالى في هذا الشهر يغل الشياطين. أحد العلماء كان يقول: الغل مو يعني أنه يشدون واحد بالحبل أو بما أشبه، الغل يعني أن يشد بالحديد، الشياطين كلها تشد بالأغلال. ولذلك هذا الشهر المبارك من أفضل الفرص حتى نحاول أن نوجد في قلوبنا هذه الحالة. هذا لا يؤمنه الصيام فقط، الصيام مؤثر،
القرآن مؤثر، هذا يؤمنه التوجه. لذلك الله تعالى في هذه الآية في نحو هذه العلاقة يقول لعلكم تتقون. يمكن هذه الصلاة التي نصليها يمكن أن تجعلنا متقين. اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون. هي هذه الصلاة اللي نصليها يمكن أن تحولنا إلى متقين. ولكن واحد شلون يكون متقي؟ بالتوجه، بالتفكير. كان أحد العلماء في مشهد، عالم كبير، كانت عنده فتوى جدا مشكل. وحقيقة إذا مراجع التقليد الآخرون كانوا يفتون بهذه الفتوى، إحنا المتدينين كنا نقع في حرج شديد. كان هذا العالم يفتي، المشهور لا يفتون بذلك، كان يقول إذا واحد صلى وانتقل ذهنه من الصلاة إلى مكان آخر، العلماء ماذا يقولون؟ هذه الصلاة مو مقبولة، ما إلها ثواب. هذا العالم كان يقول إذا الإنسان انتقل ذهنه إلى مكان آخر فصلاته باطلة، لازم يعيدها من جد. نقل لي واحد من العلماء قال أبوي كان مقلد لهذا العالم، وكان يصلي بخشوع وخضوع وتوجه حتى في أحلك الظروف، كان ينقل قضايا في هذا الشأن. كان يقول في بعض الأحيان كان يصلي، بعد ما يكمل يشوف أنه ذهنه ما كان كاملا في الصلاة، كان يعيد الصلاة مرة ثانية. مرة ثانية كان يصلي، كان يشوف أيضا ذهنه شرد ولو لحظة واحدة. كان يقول أحيانا كان يعيد صلاة 3 مرات. وحقيقة أنا كنت شايف هذا الأب، كان واحد فيما أعلم من الأخيار. هذه الصلاة اللي واحد فكرة يكون فيها من الأول إلى الآخر، هاي ما تصنع المتقي. الله تعالى عندما يقول إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر، أي صلاة هي التي تنهى بالدرجة العالية من النهي عن الفحشاء والمنكر؟ هذه الصلاة. إحنا نقدر نفعل ذلك؟ نعم، بالمقدار الممكن. فاتقوا الله ما استطعتم. المتقين منو كانوا؟ كان هناك علماء متقون، كان هنالك تجار متقون، كان هنالك كسب متقون. ميثم منو كان؟ أو ميثم تمار كان يبيع التمر، كان من المتقين. محمد بن مسلم منو كان؟ كان يبيع الطحين، الطحان، كانوا متقين. إحنا بصلاتنا، بصيامنا، بقرآننا، واحد يقرأ قرآن، أحياناً واحد هدف أن يكمل السورة أو الجزء، أحياناً واحد يحاول أن يصنع نفسه بهذه القراءة. إحنا في هذا الشهر بعون الله سبحانه إذا نصمم أن نصنع نفوسنا بهذا الصيام،
وبهذه التلاوة وبهذه العبادة. إذا فعلنا ذلك فقد حققنا الغاية التي أرادها الله سبحانه وتعالى. ننتقل إلى موضوع آخر باختصار. إحنا في هذا الشهر المبارك ينبغي أن نعمل عملين. العمل الأول العبادة. إحنا جدا عبادتنا قليل. في هذا الشهر واحد يصمم أن يعبد الله، وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. قراءة القرآن، إحنا قليل نقرأ القرآن، مع الأسف بعض البيوت لا يقرأ فيها القرآن إلا نادرا نقرأ القرآن. كان أكو بيت عائلة، هذه العائلة كانوا حقيقة التفات لطيف، كانوا قد وزعوا ساعات الليل والنهار بينهم، بحيث أن هذا البيت ما كان يخلو من قراءة القرآن لحظة واحدة، أو من الدعاء أو من الذكر. مثلا واحد يقول أنا من ساعة 12 ليلا إلى ساعة 2 أقرأ القرآن، البقية ينام. عندما تحين الساعة الثانية كان هذا يقوم واحد آخر يوقظه، ذاك يقوم من الساعة الثانية إلى الساعة الرابعة يقرأ القرآن أو الدعاء أو الذكر. 24 ساعة بيتهم ما كان يخلو من القرآن والدعاء والذكر. شقد بيت مبارك هذا. في الحديث أظن عن رسول الله صلى الله عليه وآله، فإن البيت إذا كثر فيه قراءة القرآن كثر خيره خير. وأنا أظن الوالد حفظه الله كان يقول، أنا الوالد هكذا كان يقول، إن من العوامل المهمة في نعم الله على هذا البلد قراءتهم للقرآن، هذا واحد، والمجالس الحسينية. الحمد لله هذا البلد عامر. أنا قليل شايف أو ما شايف هذه الحالة من الاهتمام بالقرآن الكريم في شهر رمضان. بيت دائما يقرأ فيه القرآن والدعاء. هذا الشهر نجعله شهر مفاتيح الجنان، واحد يقرأ مفاتيح الجنان من أول إلى آخر حسب المناسبات، بتوجه بالتفات. حقيقة الدعاء يصنع روح الإنسان تصنيع. أحد العلماء في قم نقل لي هذه القضية حول مفاتيح الجنان، نقل أن الشيخ عباس القمي رحمة الله عليه هذا أخذ كتاب مفاتيح الجنان ألفه، ويمكن هذه القضية تبين لنا جانب أن الله تعالى ليش جعل البركة في هذا الكتاب. تروح إلى مشهد الحرم مملوء بمفاتيح الجنان، تجي إلى قوم في السيدة المعصومة في حرمها مليء بمفاتيح الجنان،
تروح إلى سوريا، تروح إلى بقاع الدنيا شرقا وغربا، مفاتيح كل واحد يجي إلى الحضرة ويا الشيخ عباس القم. حقيقة شلون بركة، شلون توفيق. كان يقول إجا أخذ مفاتيح الجنان، اطاع لصاحب المطبع، قال اطبع هذا الكتاب. صاحب المطبع أخذ الكتاب، بكرة صباحا أو مثلا بكرة، المهم إجا قال اعطيني هذا الكتاب مفاتيح الجنان، عندي شغل وثم أعيده إليك. صاحب المطبع أخذ مفاتيح الجنان وإطار. مار يوم، يومين، ثلاثة أيام، شهر، شهرين، وصاحب المفاتيح لا يعيد المفاتيح، بقي عند. بعد انقضاء عام كامل اجى صاحب المفاتيح الشيخ عباس القمي رحمة الله عليه، اعطى المفاتيح، قال تفضل اطبع. قال ليش شيخ انا اخذته عام كامل ليش؟ قال في الواقع انا شفت ان يطبع هذا الكتاب وانا مو عامل به، هذا مو صحيح. مفاتيح الجنان بأعمال يوم يوم، أول شهر رمضان، ثاني شهر رمضان، كل يوم بعمل أكثر. لا أنا فكرت أعمل بكل ما في المفاتيح، عام كامل عملت بما في المفاتيح من أوله إلى آخره. الآن تفضل أطبع هذا الكتاب. الله جعل البركة في هذا الكتاب. نجعل هذا الشهر شهر القرآن، كل آية واحد يقرأها تكتب له ختمة كاملة. يعني إذا واحد قال الرحمن ختمة كاملة، علم القرآن ختمة كاملة، خلق الإنسان ختمة كاملة، خير. الله يريد أن يمن على عباد، أن يتفضل على عباد. نجعل هذا الشهر شهر المفاتيح، مفاتيح الجنان، هاي ثروة الآخرين ما عندهم مثل هذه الثروة. لنجعل هذا الشهر شهر صلاة الليل، غالبنا من صلي صلاة الليل هذا الشهر؟ قائمين للسحور قبل الأذان بعشر دقائق، واحد يصلي صلاة الليل، ما عنده خلق يصلي صلاة الليل، الركعة الأخيرة يصليها، صلاة الوتر، صلاة الشافع والواتر. أولا أن نجعل هذا الشهر المبارك شهر العبادة والذكر والقرآن والدعاء. الشيء الثاني ونشير إليه باختصار، هذا الشيء مذكور في الأحاديث، من علل تشريع الصيام، هذا في حديث الإمام الحسن العسكري صلوات الله وسلامه عليه. الإمام كتب إليه رجل أو سأله رجل ليش الله شرع الصيام؟ الإمام كما في هذه الرواية أجاب ليذوق الغني مس الجوع. احنا في هذا الشهر نحاول ان نفكر في الاخرين، الناس الذين لا مأوى لهم، شايفيهم في بلاد اخرى ينامون في الشارع في هذا البرد الشديد، ما عنده مكان ينام بالشارع، وبعضهم يقضون من البرد، يموت من البرد. انا قبل 4-5 ليالي هاي قضيه حدثت لي، الموقد اللي كان عندنا في مدينه قم انطفى اول الليل، الغرفه
ما كان فيها موقد، انطفأ المدفع هناك بارتكا. أنا يمكن قمت في الساعة الثانية منتصف الليل وأنا أرجف من البرد، المدفع ماكو، وإلى الصباح نمت نوما مضطربا قلقا. هو في نفس الوقت فكرت الفقراء شنو يسوون مع هذا البرد الشديد، مع أنه كانت عندنا أغطية تغطينا ولكن لا تنفع. الفقراء اللي ما عنده مأوى، اللي ما عنده مسكن، اللي ما عنده مدفع، هذا شلون يقضي؟ واحد من الإخوة حدثني قال أنه أنا بنتي عاقدها ما أعلم، قال من 4 سنوات من 5 سنوات ما أقدر أزوجها، باقية في فترة الخطوبة ما أقدر أزوجها. في عام واحد لاحظوا التقارير مات 10 ملايين طفل لأنه غالبهم ما عندهم ثمن الدواء. إحنا إذا طفلنا الليلة من الليالي يبتلى بالحمى، شلون نعيش في تلك الليلة في قلق واضطراب؟ حمى تقتل، الحمى قاتلة. إذا الطفل ما إلى عناية، ما إلى رعاية، الحمى تقتل. في إحدى الأعوام عام واحد مات 10 ملايين طفل في العالم، أغلبهم لأنهم ما عندهم ثمن الدواء. كل هؤلاء دون الخامسة من العمر، أقل من الخامسة. الآن العالم في حديث النبي صلى الله عليه وآله حتى تملأ ظلما وجورا، أو بعد أن تملأ ظلما وجورا، الآن العالم مليء بالظلم والجور. الأطفال اللي يموتون لأنه دواء ما عندهم، إن يموتون لأنه مأوى ما عندهم. هذا الشهر شهر الرحمة، شهر الاعتناء بهؤلاء، شهر الترحم على هؤلاء. كان أكو عالم في إيران توفي قبل أعوام قليلة، يقال له السيد الشبستري، عالم كبير كان. هذا الرجل يقول في أيام شبابي التوجه إلى الدرجات، أكو درجة عليا هي الإيثار، ويؤثرون على أنفسهم ويطعمون الطعام على حبه مسكينا ويتيما وأسيرا. هاي درجة عالية، هاي درجة أمير المؤمنين، درجة الصديقة الطاهرة، درجة الحسن والحسين صلوات الله عليه. 3 أيام بلياليها يصومون النهار ويفطرون على الماء ويؤثرون بطعامه، هاي درجة. درجة ثانية مواساة، درجة ثالثة مشاركة. مشاركة، نتمكن من المشاركة على الأقل. السيد الشبستري يقول، نقل لي أحد العلماء هذه القضية عنه، قال أنه في أيام شبابي وكنت حديث عهد بالزواج، قحط كان في إيران، قحط، ماكو طعام، ماكو خبز، ماكو. وأنا توي كنت متزوج، كنا نذهب إلى صف الخباز ونقف في صف طويل، والخباز لا يعطينا إلا قرصتين فقط،
خبز أسوأ طعم مو طيب ماكو. يقول أنا في يوم من الأيام ذهبت إلى هذا الصف وبقيت مدة طويلة وأخذت نصيبي وعدت إلى البيت، شفت هنالك امرأة فقيرة، قالت لي يا سيد أنا جائعة ما عندي شيء، أعطني هذا الخبز، وقالت كلمات أخرى أيضا. يقول فأنا ترددت أنه أعطيها الخبز ما أعطيها، إذا أعطيتها الخبز الليلة كيف نبات؟ يجب أن نبات جائعين. قلت نؤثر ونبقى هذه الليلة أنا وزوجتي جائعين. يقول أعطيتها، ذهبت إلى البيت وإذا بخباز آخر غير هذا الخباز اللي أشتري منه. عندما دخلت البيت طرق الباب وقال أنه سيدنا أنا فكرت أنت سيد شاب جديد عهد بالزواج وتروح توقف في هذا الطابور في هذا الصف، هذا مو مناسب لك. أنا ابتداء من هذه الليلة كل يوم أجيب لك قرصتين من الخبز وأنت في بيتك. يقول جاب لي من هذا الخبز الكبير المتعارف هنالك نظيف طيب، وقال إلى انتهاء القحط كل ليلة كان يجيب لنا. هذا تعويض. النبي صلى الله عليه وآله في هذا الحديث يقول تحننوا على أيتام الناس يتحنن على أيتامكم. الله تعالى يدفع البلاء يدفع الآفات ببركة هذه الأعمال. أولا هذا الشهر نجعله شهر العبادة، وثانيا هذا الشهر نجعله شهر اهتمام بالمحرومين والفقراء. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلنا في هذا الشهر من المرحومين ولا يجعلنا من المحرومين، وأن يوفقنا لصيامه وتلاوة كتابه، فصلى الله على محمد وآله الطاهرين. شعت شموس الهدي بالكلمات فأنارت الأفهام بالآيات، أسرج بنور العلم عقلا نيرا وافتح من القلب بين الظلام وبين نور مشرق هدي